السلام عليكم البنات، نهار جديد وفيديو جديد. مرحبا بكم عندي في قناة خوخة خوخة، واليوم جبت لكم كونفيتور مربى الحرة أو التين، مربى التين. نبدأ بالمقادير بدون إطالة، وقبلها ماذا بكم اللي مازال ما شارك في القناة يشارك في قناتي ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد فيديوهاتي، وما تنسونيش بالجيم وبرتجو الفيديو مع أصحابكم وحبابكم. نبدأ بالمقادير. عندنا هذه الغرفية تاع الحرة بها بتاعها بالغلاف تاعها. نديرو غرفية كيما هكا تاع حرة في كاس تاع سكر، نعبرو هذا هنايا، نديرو الحرة هنايا ونديرو السكر، نشوفو شحال اللي يجي نصه. شوفي جا نصف تاع الغرفية، لازم ما تكونش معمرة سكر، تكون نصفها. الكمية تاع التين هذه الحرة تكون تعادل النصف تاع السكر، فهمتيني؟ نديرو السكر هنا في الحرة، ونبقى نقسم في هذاك السكر كيما هكذا باش يدخل معاها ويتجانس. شفتي كيما هكا، كيما كتشوفي هكذا. نقسمها الى نصفين، هكذا كما كتشوفي، ونحرك كامل السكر مع هذه الحرة هكذا. ونخليها ليلة كاملة في الثلاجة، كي تولي غدوة ان شاء الله نجبدها ونطيبوها في رحبة. قلت لك اختي من جديد، بعد ما هذه الحرة طلقت العسل تاعها مع السكر داب، باتت ليلة كاملة في الثلاجة وقعدت نحرك فيها. غادي نديرها هنا في الطاولة ونديرها طيب. نشعل عليها الغاز ونخليها على نار هادئة الطيب في خاطرها، وكي تبدا دينا ديك الرغوة نقلعوا لها الرغوة الفوقانية تاعها. كي تشوف اختي هذه الرغوة اللي هنايا تقلعيها. هاي لاختي الحرة تاعنا التين، بعد ما ولا ليك الكونفيتور راني خدا لي واحد الوقت ساعة كاملة، انا غادي باقي لي واحد ربع ساعة ونكمل ساعة كاملة. نخليه يزيد يطيب وبعدين نوريه لك في صحن التقديم. اونفا واخيرا وجد معنا الكونفيتور اللي شد لي ساعة طياب. شوفي كيخرج لي شباب، معسل الشباب، مليح بزاف للمشتة. هكا طيبو ودسو في الكونجيلاتور يقعد لك كيما راه. شوفي الله يبارك الحبة تاعه كيما كي جا شابة. جربي اختي الوصفه هذه وما تندميش عليها، جات بنينه حلو شباب. اختي نتمنى تكون عجبتك هذه الوصفه تاع الكونفيتور تاع التين الكرموت ولا اللي تعيطولها الحره. مرحبا بكم عندي في القناه خوخه خوخه، اللي مازال ما شارك في القناه يفعل الجرس باش يوصله كل جديد في فيديوهاتي. سلامه.